مساء الخير. والورقة بتشكني يا جيمي، الورقة بتاعت لا الورقة بتشكني فبرفعها لفوق. مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من سنة أولى طبخ، منورنا ومشرفنا وجودكم معانا دايما. هو أحلى وأجمل حاجة على في أنسي فود، والنهاردة حلقة مانجا. امبارح من كام يوم كده قاعدين انا ونور بنفكر في السكريبت، قلت لها يا لهوي يا نور ده موسم المانجا هيخلص واحنا لسه ما عملنا لهاش حلقه، نسيتها خالص. فالنهارده حلقتنا حلقه مانجا ان شاء الله. هنعمل ايس كريم مانجا، هنعمل باناكوتا المانجا، هنعمل رواني بالمانجا فظيعه، والمحلات بقت بتعملها دلوقتي، المحلات الشريره بتعملها وبتباعها كتير قوي، فاحنا هنعملها لكم في البيت. هي مش مكلفه كده خالص طبعا، اوفر من كده بكتير لو اتعملت في البيت. يلا بينا نشوف كمان معانا ايه عباره اليوم. عارفين ان انا ما بصيتش عليها النهارده، فانا هبص معاكم لاول مره ان شاء الله تبقى علامه حلوه. الله يا الله، جايه في وقتها بطريقه مش طبيعيه. وان صبرتم اجرتم وامر الله نافذ، وان ضجرتم يعني زهقتوا كفرتم وامر الله نافذ. نافذ بياكدها يعني، جميله قوي قوي قوي. وان تعالوا نشرحها، وإن صبرتم أجرتم يعني صبركم بالله لازم هتؤجروا عليه، تاخدوا أجر عليه. رب الله، حلو قوي اللي انتوا عاملينه ده، حلو قوي. وإن صبرتم أجرتم يعني صبركم ليه أجر كبير عند ربنا ولازم هيجازى خير. وإن أمر الله نافذ يعني أمر الله لما ربنا يؤمر كده، وقت ما يؤمر يا جماعة أمره نافذ لا محالة إنه هو ما يحصلش، هيحصل يعني هيحصل لو ربنا أمر. لو ربنا ما أمرش بقى بيبعد عنكم شر انتوا مش عارفين هو إيه. وإن ضجرتم كفرتم يعني لو زهقتوا، وليه يا ربنا ما بتدينيش كذا، وليه مانع عني كذا، وليه مؤخر عليا كذا، ده كفر بالله، ده كفر بالله. لان انا بقيت في لحظه كده مش مؤمنه بقدره، مش مؤمنه بحكمته، مش مؤمنه بترتيبه للامور. فخلونا دايما كده راضيين، عشان زي ما قلت لكم هو امر الله نافذ، سواء كان خير ليكم هو هيؤمر بيه، ولو شر بيكم ليكم هيمنعه عنكم. فما تعرفوش الخير فين، ومحدش فينا بيبقى عارف الصورة كاملة أبدا. فخلونا كده نقبل بأمر الله ونصبر عليه بكل رضا وقناعة وقبول. يلا بينا نطلع فاصل صغير جدا ونرجع نكمل حلقتنا، مستنياكم. ورجعنا من الفاصل ونبدأ في وصفتنا. أول حاجة هبدأ بيها الرواني، والرواني من الكيكات المحبوبة جدا 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 واللذيذة جدا جدا جدا. تعالوا نشوف المقادير. عشان نعمل رواني كيك بالمانجا هنحتاج كوباية دقيق، كوباية سميد ناعم وكوباية زبادي، كوباية سكر ونص كوباية زيت، نص كوباية جوز هند ناعم، ممكن تستبعدوا جوز الهند لو انتم مش بتحبوه، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وتلات بيضات ومعلقة صغيرة من سائل الفانيليا، وبشر ليمونة ورشة ملح. التسقية هتكون كوبايتين من عصير المانجا الطازة، وتقدروا على فكرة تعملوا شربات مانجا لو عايزين، مفيش مشكلة خالص، بس احنا يعني قررنا نخليها مانجا مانجا قوي يعني، فهنسقيها عصير مانجا طازة. أهم حاجة يكون خفيف، لو عايزين تخفوه تقدروا تخفوه بسيرب أو تقدروا تخفوه بمية، بس ما يكونش تقيل قوي عشان تتشربوا الكيكة. وممكن طبعا تستخدموا عصير مانجا من اللي هو بيتباع في السوبر ماركت، مفيش مشكلة خالص. التزيين هنحتاج كريم شانتيه مضروب، مانجا متقطعة مكعبات، وشوية فستق بس كده يا جماعة، والمقادير بتاعتنا جهزت. يلا بينا هنبدأ بالكيكة أول حاجة. وعشان نعمل الكيكة هجيب بولة أضرب فيها، وبولة أخلط فيها المكونات الجافة. المكونات الجافة هنا هتكون عبارة عن إيه؟ الدقيق والسميد وجوز الهند والبيكنج باودر، وطبعا كيكة يعني رشة ملح، فهناخد شوية الملح
ونقلب كل الحاجات دي مع بعضيها بمضرب سلك، نتأكد ان المكونات امتزجت تماما واتخلطت والبيكنج باودر اتوزع وكل امورنا كويسة وتمام. تقليبة وكده المكونات الجافة بقت جاهزة. نكمل الكيكة. هنبدأ الكيكة بإيه؟ ادي المكونات الجافة وادي العصير اللي هنسقي بيه. هناخد اول حاجة السكر، وهناخد معاه البيض، وهناخد معاهم الفانيليا، وهنضرب. زي ما انتوا شايفين كده احنا ضربنا لحد ما الخليط ده بقى كريمي جدا، اللون بقى تقريبا ابيض اوف وايت فاتح كده خالص. والخطوه دي مهمه جدا، بتخلي الكيكه هشه، تخليها فاتحه، تخليها جميله جدا من جوه وعاليه ومظبوطه. ممكن احط والله بشر ليمون دلوقتي كمان يدي طعمه، وهضرب شويه كمان، وبعد شويه دول هبدا اضيف الزيت تدريجيا. ضفنا الزيت تدريجيا وامتزج مع كل حاجه. خليني اشيل الحاجات الفاضيه دي ونرجع نضيف نص المكونات الجافه. بنحط نص المكونات الجافه، بعدين الزبادي، بعدين النص التاني من المكونات الجافه، يعني جاف زبادي جاف. يلا بينا بالراحه كده على بسرعه بطيئه. وهنيجي نضيف الزبادي.
ودلوقتي النص التاني من المكونات الجافة. زي الفل كده الكيكة اتضربت وجاهزة تتصب. هتلاحظوا وانا بضرب قمت جايبة الاسباتشولا دي نزلت الجناب عشان لو في اي دقيق او مواد جافة لسه موجودة فوق نقلبها، وبعمل ده تاني دلوقتي وبعمله برضو تحت كده ليكون حاجة ماسكة في الطبق برضو، وده بيحصل طبعا واحنا بنضرب الكيكات. وكده الكيكة جاهزة ان هي تتصب. بتتصب في صينية مدهونة بالسمنة او بالزبدة ومرشوشة بالدقيق، وحاجي أصب خليط الكيك بتاعي كله. يلا بينا. وادي خليط الكيكة اتحط كله وبقى جاهز. بيملى نص الصينية او تلتها كفاية قوي. طبعا لو احنا عايزينها عالية قوي ممكن نصغر الصينية عن كده، بس هي كده ارتفاعها لطيف ومناسب جدا. هتدخل فرن سخن على درجة حرارة 180، والفرن يا جماعة يكون من تحت بس. يلا بينا. وانا ليه حاسه بارد قوي. الفرن بارد كانه اتطفى. يلا انا هسيبها واحنا نصبنا بقى نبص عليها في الفاصل. نشيل الحاجات الفاضيه وده كده خلاص. يلا بينا ونشوف بس لو حاجة نقطت نمسحها عشان ما يبقاش الكاونتر اللي بنشتغل عليه مش نظيف. بس زي الفل. أين قهوتي يا جماعة؟ ماشي يلا بينا ندخل على الباناكوتا. طبعا احنا الكيكه بنسقيها بعصير المانجا. عصير المانجا اهو هنا سايبينه على جنب وهنسقي بيه بس لما تطلع من النار. طيب الباناكوتا يا جماعه، الباناكوتا هي المهلبيه من الاخر كده، المهلبيه الايطالي، بس يعني هي اسمها كده في ايطاليا فاحنا ايه محتفظين باسمها، ولكن هي ما تفرقش في التكنيك ولا يمكن احيانا بيتحط لها جيلاتين بتاع، بس هي قريبه قوي من المهلبيه بتاعتنا يعني. ماشي. الباناكوتا هتكون عبارة عن ايه؟ اول حاجة جزء هيكون بيوري مانجا، هيكون عبارة عن نص كيلو من المانجا البيوري، يعني مانجا ضربناها زي ما هي من غير مية ولا اي حاجة. 3 معالق كبيرة من الكاسترد الباودر، بودرة الكاسترد بتتباع في السوبر ماركت كلنا عارفينها وفي انواع كتيرة جدا، هاتوا النوع اللي يعجبكم وهو اللي تستخدموه. عصير ليمونة هتديها طعم جميل جدا نحطه عليها بعد ما نشيل من على النار. الباناكوتا بقى او جزء المهلبيه يعني هيكون كوبايه حليب وكوبايه كريمه خفق للحلويات، نص كوبايه سكر وثلاث معالق كبيره من الكاسترد او باودر الكاسترد برضو، نص معلقه صغيره من سائل الفانيليا، معلقتين صغيرين من الجيلاتين الباودر، وعصير ليمونه برضو هيديها طعم جميل جدا وبرضو هنشيله بعد ما نشيل من على النار. ممكن تشيلوا ليمون لو انتم ما بتحبوش طعمه المزز. وللتزيين عندنا مانجا ونعناع فريش وهند جوز هند مبشور هيخليها جميلة جدا.
ماشي. ماشي، هنعمل بيوري المانجا. هنجيب حلة صغيرة، يلا حل على النار، وهنحط فيها بيوري المانجا كله. انا بس جاي اجيب سباتشولا علشان اتاكد اني نزلت كل اللي في البوله. وهنحط له باودر الكاسترد، وهنحط له كمان، لا خلي عصير الليمون في الاخر عشان يحتفظ بطعمه. هنجيب مضرب سلك وهندوب الاتنين مع بعض. يلا بينا. هنلاحظ ان الباودر بيدوب في العصير طول ما هو ساقع، لما بيسخن بيكلكع فيه، فدوبه على طول قبل ما العصير يسخن، وتقليب مستمر على النار. طيب تعالوا نعمل، حاضر، نكلم ام عبد الرحمن واحنا بنعمل الجزء الابيض بقى من المهلبيه او من الباناكوتا بتاعتنا. يا ام عبد الرحمن اهلا وسهلا. الو، طيب ايه، مش شكرا يا ام عبد الرحمن، كلمينا تاني. انا حطيت اللبن والكريمه والسكر والفانيليا، هحط كمان الكاسترد باودر والجيلي، هحطه في الاخر مش دلوقتي، لما اشوف انا محتاجه قد ايه. وعصير الليمون برضو في الاخر، هجيبه برضو على النار. وهجيب له برضو مضرب سلك ونشيل الفاضي. ونجيب طبق نحط عليه المعالق بتاعتنا. هجيب مضرب سيليكون تاني عشان الحلة التانية. يلا بينا نقلب على طول، ونفس الكلام باودر الكاسترد بيدوب في اللبن والكريمة مادام هما باردين، بيدوب فيهم على طول، ما نستناش بقى ما يسخن. واحد بيبقى اصفر غامق، واحد بيبقى اصفر فاتح كده خالص، وده بالظبط المنظر اللي احنا عايزينه. وتقليب مستمر. انا ماسكه الاتنين كده في نفس الوقت. بصوا الجيش قال لك اتصرف. دي بقى ايه الحاجات اللي المطبخ بيعلمها لكم، عشان احنا محتاجين نقلب الاتنين مع بعض، فايه محتاجين نعمل كده. انا هفضل اقلب فيهم اقلب فيهم، مش هعمل اي حاجه غير لما ترجعوا لي من فاصل صغير جدا. مستنياكم. ورجعنا من الفاصل والاتنين اتشالوا من على النار. على فكره احنا ما احتاجناش نحط الجيلاتين باودر خالص، الباودر بتاع الكاسترد انا بخليه معايا احتياطي، لان احيانا باودر الكاسترد بيكون خفيف واحيانا بيكون كده. بصوا هيظبط لي القوام خالص، مش محتاجه حاجه خالص منه، ناقصني حاجه واحده، عصير الليمون
هحط حبة هنا وحبة هنا لو أنا عايزة. هو بيدي طعم ميزز كده لذيذ، وشايفين أنا بحطه بعيد عن النار خلاص، مش هنرجعه يعني على النار، لأن هو بيبقى أحلى كتير وهو فريش. وهنا نفس الحاجة، هقلب. الله، ريحة الليمون طلعت على طول. بأكد عليكم الليمون اختياري. نشيل المضارب دي بقى ونبدأ نصب. نقدر نصب بأي طريقة احنا عايزينها، ممكن نميل الكوبايات ونسيب جزء يجمد وجزء يجمد. انا بصراحة مش هضحك عليكم يعني، ممكن اعمل الحاجات دي يعني كده تفاريح مثلا، بس انا مش غاوية الاجراءات دي، انا بحب الحاجات البسيطة يعني اللي ما بتاخدش، ما اضطرش استنى وكده. فما شاء الله، ولا مغرفة ولا مغرفة ولا واحدة، مغارف بسرعة. أم عبد الرحمن معانا على التليفون. يا أم عبد الرحمن أهلا وسهلا. السلام عليكم حبيبتي. إزيك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ الحمد لله يا حبيبتي، تسلم إيدك على الحاجات الحلوة. تسلمي لي يا رب، ربنا يعزك ويخليكي. أنا ليا طلب عند حضرتك. أمريني حبيبتي. أمريني يا حبيبتي. وأنا عندي 76 سنة. ربنا يديك الصحة يا رب. ومريضة والله. ربنا يديك الصحة يا رب ويعافيك. محتاجة إشاعات وتحاليل. نور هتكلم حضرتك دلوقتي. بمبري. نور تكلم حضرتك، تنسق معاكي لو في اي حاجه نقدر نعملها. واهلا وسهلا بحضرتك والف سلامه يا رب عليكي، ما تشوفيش شر ابدا. انا زي ما قلت لكم انا بحب المواضيع تبقى ايه بسيطه، فمش هقعد بقى هنتف هعملهم عشوائيين كده مع بعض، وان شاء الله هيطلعوا جمال. مغارف يا جماعه، يلا بينا. مغرفة هنحطها للفاتح ومغرفة للمانجا. هعمل ايه؟ هاخد كده طبقة من ده وهحط فوقها طبقة من ده، براحتكم ايه اللي يبقى فوق وايه اللي يبقى تحت، مش تفرق الحقيقة خالص. ممكن نعمل واحدة كده وواحدة كده، يعني تعالوا نعمل واحدة المانجا فوق وواحدة الكاسترد فوق. ادي مانجا وادي كاسترد. المانجا لما بتبقى فوق بيبقى احسن، لان هي بتجري اكتر فبتفرد كويس. يلا بينا. كاسترد ممكن نزود. يلا ونحط المانجا. نشوف فين ممكن نزود. ونفرد كده. المانجا بتتفرد اسرع من الكاسترد بكتير، فعشان كده قلت لكم خلوها هي فوق احسن. بس هو مش هيفرد يعني، اللي عايز العكس عادي.
هنا. ويجي اخر واحده. وكده بقت الباناكوتا جاهزه. لذيذه جدا وسريعه جدا، وممكن يتعمل نفس الفكره باي فاكهه متوفره عندنا، مش لازم مانجا ابدا. انا اللي وشها فاتح دي عايزه اخليها زيهم، فهجيب شويه من اللي فاضلين في الحله، فاضل في الحله كده، عارفين التلزيق اللي بيبقى في الحله ده، هجيبه وافرده عليها. عشان تبقى شبه اخواتها. يلا. بس كده. ممكن طبعا نعمل طبقات زي ما احنا عايزين، نميل بقى الكاس اللي احنا عاملينها قبلها وعاملين كده، مايلين الكاس وعاملين دمج كده في الشكل. لكن يعني ايه كل دي ايه حنتفة اذا هتسألوني، شكلية يعني ملهاش علاقة طبعا بالطعم في حاجة. وكده الباناكوتا بقت جاهزة. هنسيبها على جنب هنا تهدى من الحرارة شوية. طبعا ده حلو بارد، فاحنا بنسيبه يهدى من الحرارة كده على كاونتر او حاجة، وبعد كده كمان بندخلها التلاجة تهجد كمان من الحرارة اكتر من كده، وتبقى حلو وبارد. ودي كده الباناكوتا. ممكن نقدمها هاتولي انا عندي ستاند كده او عارفاه. اه بالظبط، هاتيه النبي يا نور. والكيكة تعالوا نبص عليها في الفرن. الكيكة انا كنت عاملاها على الكيك، مين غير؟ الكيكة طالعة تحفة يا جماعة، مش قادرة اقول لكم هي ظابطة ازاي. وبتعلى وزي القمر وممتازة، يعني طالعة معايا ممتازة جدا. انا عملت السيت اب بتاع الفرن هنا في علامة للكيك، فاحنا هنعمل الكيك. وزي ما قلت عاملينه على 180، الرف اللي في النص حرارة من فوق وتحت. ودي كيكة بنعملها معاملة الكيكة الاسفنجية شوية، يعني نتقل عليها كده ونصبر عليها، تاخد وقتها ايه في الفرن. نطلع فاصل ولا ايه؟ اه يلا بينا نطلع فاصل صغير جدا ونرجع نكمل حلقتنا، مستنيكم. ورجعنا من الفاصل ومستمرين في وصفتنا. طيب الكيكه بتاعتنا الرواني بتاعتنا في الفرن هنسيبها بقى، لان يعني دي ايه مش هتلحق تطلع غالبا. احنا عاملين واحده ثانيه من قبل الهوا، وبصوا دي الباناكوتا اللي احنا عاملينها قبل الهوا. الشيفات المطبخ التحضيري بقى ايه بيقعدوا يفننوا. اه يعني بصوا هم اللي عاملين الحركات دي، انا ماليش فيها يعني ماليش خلق عليها. بصوا. وطبعا انا عايزه يا جماعه بالذات يعني على حلقه امبارح عايزه اشكر شيفات المطبخ التحضيري، شيف محمد وكل الشيفات، وشيف احمد وشيف محمود. بصوا عندنا ايه المطبخ كله احمدات، احمد ومحمد ومحمود، وعندنا عبد الرحمن كمان. فالشيفات كلهم بصراحه شيفات المطبخ التحضيري يعني بيهتموا بالحلقه كان هم اللي هيطلعوا يقدموها، وبيحسسوني كده ان قلبهم على الحاجه ونفسهم تطلع باحسن شكل. فانا عايزه استغل هذه اللقطه في ان انا اشكرهم كلهم واقول لهم ان يعني الحلقه يا جماعه والله ما تطلع كده من غيركم. واحساس جميل جدا الواحد يبقى في حد ايده بايده كده وقلبه على شغله ومهتم بيه. فتحيه كبيره للمطبخ التحضيري، نحن لا شيء من غيركم، شكرا، بيتعبوا جدا والله. يلا بينا. الكيكه الحلوه دي بقى احنا عاملينها من قبل الهوا، وهي دافيه كده، قمنا مخرمينها وسقينها بعصير المانجا. عصير المانجا يا جماعه باكد تاني ما ينفعش يبقى عصير مانجا تقيل، احنا بنخففه بشربات. انا عايزه اصبه في حاجه عشان اوريكم هو قوامه عامل ازاي.
بصوا تعالوا اتفرجوا، بصوا القوام شايفين؟ خفيف زي عصير العلب بتاع السوبر ماركت، مش تقيل، مش تقيل زي عصير المانجا بتاع الراجل بتاع العصير، لا اخف منه بكتير. فده القوام اللي انتم محتاجينه، يا اما الكيكه مش هتشربه، هتلاقوا كده ايه، لان احنا كان ممكن طبعا استسهل واسقي بعصير من العلب، اكيد كان هيتشرب اسرع يعني، وشكله هيبقى لامع كده وحلو، لكن بيني وبينكم هو في الاخر ايه؟ نكتار مش مانجا طبيعيه. فانا قلت لا، انا هضحي باللمعه الفظيعه والشكل الحلو عشان اخد طعم المانجا الطبيعي، فعملنا الشربات ده بعصير مانجا طبيعي. عملناه ازاي؟ شويه عصير مانجا، حطينا لهم شويه ميه وشويه سكر وسبناهم يغلوا على النار مع بعض. ممكن ما نعملش كده، ممكن نعمل عصير المانجا لوحده، نعصر شويه مانجا كده على جنب لوحدهم، ونعمل احنا شربات على النار، شربات خفيف خالص، ميه بسكر، ونسيبهم يغلوا ونقوم حاطينهم على عصير المانجا. مش هيبقى، هتلاقوا كده، بصوا هتلاقوا على الوش ان العصير سايب كده قطع مانجا عادي خالص، بس الطعم بقى هتدعولي، الطعم حاجه تانية خالص. الكيكه تطلع دافيه، نسقيها بالسيرب بتاعنا، مش عايزين يعني الكيكه دافيه يبقى السيرب بارد، السيرب دافي يبقى الكيكه بارده، مش عايزين الاثنين سخنين عشان الكيكه ما تعجنش مننا وتفضل كده فلافي وهشه وجميله. فراعوا جدا الحته دي. وهنعمل ايه بعد كده؟ هنيجي ناخد مكعبات مانجا نحطها على الوش، طبعا براحتكم بقى، يعني براحتكم خالص، نوع المانجا اللي انتوا عايزينه، حجم المكعبات اللي انتوا عايزينه، الشكل اللي انتوا عايزينه، كله شغال وهيبقى زي الفل. احنا الكريم شانتي فين؟ ماشي، يلا هنجيب الكريم شانتي ونزوق في اللي احنا عاملينها تاني. دي كده بعد ما اتخبزت طلعناها وسبناها تبرد، سقيناها بشربات المانجا اللي عملناه، ودلوقتي هي جاهزه للتزويق، هزوقها معاكم حالا. وبرده كوبايات الباناكوتا جاهزه للتزويق، ممكن نزوقها هي كمان لحد ما يجي الكريم شانتيه. يلا بينا، شويه مانجا كده على الوش. اتفضلي. يا الله يا ولي الصابرين، ليه؟ ليه بس؟ وهنا كمان ممكن نحط وممكن ما نحطش، على فكرة ممكن عندي شرايح مانجا عايزة احطها، براحتي بقى يعني. ايه انتي عليكي كتير قوي، نسمع اختك. يلا بينا، الباناكوتا جهزت. طب ما عنديش لبن، يعني هضربه بايه؟ وما عنديش مضرب، يلا بينا تعالوا نرص الباناكوتا. انا جايبه الطبق القمر ده، هرص كده صف كاسات كبيره. في هو كل الاقتراحات دي لا مش هينفع تنفذها. وادي الصف الثاني، بقى عندنا طبق باناكوتا قمر. ممكن على فكره نستلف شويه فستق كده من بتاع الكيكة. الفستق مع المانجا تركيبة عظيمة. وخلوا دول من غير بقى عشان ننوع، خلوا دول بالجوز هند. يلا
بس كده زي الفل. ونبدأ بقى، تعالوا نقول مقادير آيس كريم المانجا. آيس كريم المانجا يا جماعة أسهل آيس كريم في المانجا باختصار شديد كده، عشان بس ما تفتكروش أنكم هتعملوا يعني إعجاز. كبة وهاتوا شوية مانجا قطعوها كده مكعبات وسيبوها تتجمد في الفريزر، ممكن ما يتضافش عليها أي حاجة، ممكن تبقى مانجا بيور تماما من غير تحلية، من غير كريمة، من غير قشطة، من غير كريم شانتيه، من غير أي حاجة، وهتطلع آيس كريم زي الفل. طيب إحنا النهاردة عاملينه إزاي؟ عاملينه كيلو مانجا مكعبات متقطعة ومتجمدة، كوبايتين من الكريم شانتيه الخام، هم معانا كوبايتين مش ضروري نستخدمهم كلهم خالص، احنا هنستخدم جزء منهم بس، ونص كوبايه عسل ابيض لو احنا حاسين ان المانجا محتاجه تحليه، لو المانجا سكرها كفايه بالنسبه لنا وتمام عادي خالص ما نحطش تحليه، وممكن نحليه بالسكر الباودر، وممكن نكتفي بالسكر اللي موجود في الكريم شانتيه. الحقيقه هو ايس كريم مرن جدا وسهل جدا، وكل الامور فيه بتمشي، وزي ما قلت لكم لو جبتوا المانجا جمدتوها وحطيتوها في الكبه وتك تك ضربته خلاص، شكرا بقى ايس كريم مانجا. نجيب انت يا انا ما نور، انا زعلانه النهارده ليه كبيره؟ ليه هقطعها ازاي انا بقى؟ طيب هطلع المانجا دي اقطعها لي مكعبات من فضلكم، عملناه 100 مره يا جماعه قبل كده. مش طيب في حاجة ولا اطلع فاصل؟ طب فين؟ فين حاجتي طيب؟ تعالوا نبص كده على الكيكة اللي في الفرن، انا عايزه اختبرها، يبدو يعني انها ممكن تكون استوت. هجيب بس سكينه رفيعه او اي حاجه. استوت استوت استوت، هي استوت. استنى هطلعها لك كلها، مش الله ما شاء الله، بصوا الحلاوه، طلع قمر. انا حاسبها تهدى من الحراره شويه، ان شاء الله ان شاء الله هعرف اقلبك باذن الله، مش هتغزليني وهعرف اقلبك. انا هجرب، بصوا بقى هنجرب مع بعض واحنا ونصيبنا، يا اتقلبت يا كسفتني. بس هو طبعا طبعا ما ينفعش ابدا ان انا اقلب كيكه وهي سخنه كده، لكن انا وقت الهوا بيستعجلني احيانا اني اعمل حاجات مش مرفوض اعملها، فانا هجرب وزي ما قلت لكم كده احنا ونصيبنا مع بعض، يا ظبطت يا كسفتني. يلا بينا، مفروض طبعا تهدى من الحراره خالص قبل ما نبدا نقلبها. انا هاخد الطبق كده، بسم الله الرحمن الرحيم، شكلها مش هتكسفني بإذن الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب طرف سكينة كده ولا حاجة، أرفع بس بيه. الله ما كسفتنيش، بصوا طالعة زي القمر ازاي. تجنن، هسيبها بس تطلع البخار بتاعها شوية قبل ما اسقيها بالشربات، وهنعمل النهاردة 2 رواني، واحدة بالمانجا ونعمل واحدة بالجوز هند. يلا بينا، عندنا الكريمة جت، مش عايزة مش عايزة، يلا بينا. هاخد شويه من الكريم شانتيه، وهفرده على وش الرواني، ما عنديش اي مشكله انه قاعد يتخلط مع عصير المانجا اللي الرواني شرباه، بالعكس ده حاجه ممتازه.
بس كده عشوائيا، ما تغلبوش حالكم خالص. وهاخد مانجا احطها على الوش. قبل ما احط المانجا هحط فستق عشان تفضل المانجا هي اللي على الوش. وبالشكل ده بقى عندنا الرواني اللي بالمانجا اللي المحلات بتبيعها دلوقتي برقم يعني ظريف كده، ما يسعدش ابدا، ما يسرش العدو ولا حبيب. الايس كريم هنقطعه، قطعناه او المانجا، اسفه المانجا بتاعت الايس كريم قطعناها، وهنحط المانجا المجمده اللي هي مش مجمده طبعا، يعني المفروض انها كانت تبقى مجمده بس يعني معلش النهارده ما اعرفش في ايه بصراحه. وهنحط شويه كريم شانتيه، طبعا لو المانجا مجمده ممكن ما نحطش الكريم شانتيه خالص، بس عشان المانجا سايحه مننا شويه فاحنا لازم نحط كريم شانتيه. هحط كمان العسل، وعلى فكره العسل مع الكريم شانتيه لو مسكر، الكريم شانتيه فيه نوعين، فيه مسكر وفيه مش مسكر. لو هو مسكر ممكن ما تحتاجوش خالص تحطوا عسل، وهو الموضوع السكر ده ذوقي يعني، فانا رايي ان تضربوا من غير سكر الاول تشوفوا طعمها مستساغ بالنسبه لكم ولا لا، لقيتوها تمام خلاص تمام، لقيتوها مش عاجباكم خلاص تقوموا ايه حاطين سكر او عسل او ايا كان. انا شايفه انها عايزه كمان شويه باودر كريم شانتيه، لو مجمده بنحتاج اقل. خلوني ادوق كده واشوف التحليه عامله ازاي، هل انا محتاجه اضيف سكر، هل انا شوف الدنيا. اولا القوام كريمي تمام جدا، سكر مظبوط على الشعره مش محتاجه ازود اي حاجه. وهنجيب علب، علب الايس كريم اللي بتتباع في اي محل بيبيع علب بلاستيك، هتجيبوا الحجم اللي يعجبكم الشكل اللي يعجبكم وتحطوا الايس كريم بتاعكم يجمد وشكرا. شايفين قوامه وهو نازل باين انه متماسك. انا هجيب سباتشولا وانا بكلم ام ادم. يا ام ادم اهلا وسهلا. الو ام ادم. الو ايوه استاذه، ازيك حبيبتي عامله ايه؟ الله يبارك لك، انت عامله ايه؟ انا زي الفل الحمد لله، منوره الدنيا والله. نورك يا حبيبه قلبي، تسلمي لي يا رب. ممكن اعرف بس طريقه الكب كيك؟ كب كيك حاضر، من عينيا الاثنين نقول لك كب كيك حالا، واهلا وسهلا بيكي حبيبتي. يلا بينا. هاخد بقيه اللي في الكبه، كل ده مقدار طبعا حرام اسيبه. شايفين يا جماعه قوامه عامل ازاي؟ كل اللي في الكبة ما تسيبوش حاجة بقى. يلا انا لابسه جوانتي فهنزل بايدي كده وانا مطمنة، وهجيب معلقة اساوي بيها واوزع. شايفين القوام بتاعه ده بقى ايس كريم مانجا، كأنكم بتاكلوا مانجا طبيعي، مفيش فيه اي افتكاسات ولا اضافات ولا اي طعم صناعي، مانجا بناكل مانجا بس متجمده. وانا بحب اعمل فيه كده تمويجه تخلي شكله طبيعي. يم 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 جميل. ونمسح مكاننا
انا مش محتاجه دول خلاص، وجع لعلبه واحده. وادي ايس كريم المانجا هنا على جنب. طيب تعالوا نجهز الرواني التانية اللي انا عملتها بقى. انا معرفش ازاي يعني هو ايه بره. بصوا يا جماعة والله بالنية، عشان انا نيتي خير، نيتي اني عايزة اوريكم كل الخطوات على الهوا، فهي طلعت معانا. لكن طبعا هو المنطق بيقول انها استحالة تتقلب وهي سخنة كده، واستحالة تطلع مظبوطة كده، لكن هي الحمد لله رزقنا بقى طالعة مظبوطة وجميلة وزي القمر. هجيب شوكة، هعمل تخريمات كده في الرواني. ليه بعمل التخريمات دي؟ عشان عايزة الرواني تشرب الشربات كويس قوي. وهاجي كده بالراحة بوسطنها بس عشان يبقى الشكل كويس. هاجي كده بالراحة واسقي. بس كفاية كده، نزلوها على الجناب. عشان كل الكيكة تشرب من عصير المانجا، مالكوش دعوة باللي بينقط ده، الكيكة هتشربه كله. وانا هزود كمان وهعمل كده تاني. بس كده حلو قوي كده. كيكة طبعا زي الاسفنجة هتشرب كل ده. ونعمل واحدة كمان، نبدأ بالفستق، وهحط لها بقى فستق وجوز هند المرة دي. تعالوا نحط جوز هند الأول، دايما الحاجة اللي بنبقى عايزينها تبقى ظاهرة هي اللي نحطها في الآخر. شوية جوز هند، ممكن طبعا ما نحطلهاش أي حاجة، ممكن نسقيها بعصير المانجا ونقدمها كده وخلاص، ممكن حتى ما نحطلهاش مانجا عادي. بعد كده فستق، ممكن دي اعملها من غير كريمة. وهاجي اخد مانجا احطها على الوش. نعمل واحدة بكريمة وواحدة من غير كريمة، عشان اللي ذوقه كده. فيما انا بابايا مثلا ما بيحبش ابدا الكريمة البيضة، فلو انا هعملها له هعملها له مثلا من غير كريمة. فهي طبعا في جزء ذوقنا ايه بيحب ايه، المحلات بتبيعها بالكريمة، لكن انتوا براحتكم خالص في البيت اعملوا اللي انتوا عايزينه. شوية مانجا على الوش، وادي كده واحدة رواني من غير كريمة لحضراتكم. عايزة اقطع لكم منها اوريها لكم كمان، بس خلوني اشيل كل الحاجات الفاضية. ونجيب الايس كريم اللي احنا محضرينه في الفريزر، محضرين علبتين ايس كريم يجننوا. وطبعا في اللي احنا عملناه على الهوا كمان، فانا هجيب حاجة كده نحط عليها كل علب الايس كريم. اجيب ايه؟ يلا انا هقص الغطا، يعني كان بودي بس هو ما فيش مقص بجد. انا ما نو كومنت يعني. ايه؟ لا اصل ده كوميديا يعني. الغطيان طبعا كده مش هتتأثر في حاجة، هي بتركب عادي، انا بس عشان انتوا تعرفوا تشوفوا الحاجة. يلا
3 علب ايس كريم محترمين، كل علبه من دول يعني بصوا معموله بكيلو مانجا تقريبا. فطبعا كلكم عارفين ايس كريم المانجا الفريش بيبقى سعره ايه في المحلات، فده كده يعني اوفر بكتير جدا من ان انت تشتريه او من انكم تعملوه. يلا نشيل كل حاجه فاضيه وعايزه بس اخر حاجه اقطع لهم بس حته من الكيكه اوريها لهم، لان الكيكه دي من احلى الكيكات من جوه، فانا نفسي يشوفوها من جوه. عايزه اقطع لكم حته، تعالوا اقطع لكم من اللي احنا عاملينها على الهوا عشان تبقوا مطمئنين اخر حاجه، لان نتيجه الهوا هي هي النتيجه اللي انتوا هتبقوا عايزين تشوفوها في البيت. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه من اجمل الكيكات على فكره، وعلى هي لوحدها الرواني يعني من غير بقى المانجا ومن غير كل الكلام ده ينفع تتعمل عادي جدا. تعالوا بصوا ايه الحلاوه دي، شايفين هشه من جوه وفاتحه وجميله ازاي؟ من احلى وصفات الرواني اللي ممكن تجربوها، اوعدكم هتطلع مظبوطه جدا 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 كمان. وهي الوصفه بتاعتي ما بغيرهاش، لان بصراحه بتطلع لي نتيجه ممتازه كل مره، فغيرها ليه؟ خلاص ما نغيرهاش. دايما لما تلاقوا وصفه كده وتعتمدوها وتبقوا عارفين ان هي مظبوطه معاكم ما تقعدوش تغيروا فيها، خلاص اعتمدوها وايه تبقى هي اللي انتوا ماشيين عليها. يلا تعالوا نرص بقى حاجتنا الجميله دي. عندنا اول حاجه شويه مانجا كده عشان ايه تعرفكم ان حلقتنا النهارده حلقه مانجا. وادي لا يكونوش واخدين بالهم، اه وادي واحده رواني بالكريمه، وادي واحده رواني ساده، ودي كانت حلقتنا النهارده، حلقه كلها يعني تفوح بروائح جميله لان ريحه المانجا حلوه قوي بصراحه. عملنا ايس كريم المانجا، عملنا باناكوتا المانجا او يعني ممكن نقول عليها بالبلدي كده مهلبيه مانجا، عملنا رواني بالمانجا طالعه موضه، المحلات بتبيعها دايما في موسم المانجا برقم كبير، عايزه اقول لكم بتعدي بقى داخله يعني لطشه في ال 300 جنيه. اه والله 200 وحاجه، 200 وحاجه كتير في الاخر يعني. فلما بنعملها في البيت اكيد اكيد الدنيا هتكون اوفر من كده بكتير. ده مش معناه ان اللي بره وحش على فكره، عشان الناس بتقولي طب ما انت قلتي اللي بره وحش، لا اللي بره زي الفل، بس افرض انا ما اقدرش اجيب واحده رواني مانجا ب 280 جنيه ونفسي فيها بالظبط كده، هتكلفني اقل بكتير في البيت واقدر اعملها، يبقى ايه المشكله؟ افرض انا من الناس اللي ما بحبش اجيب، بحب اعمل مزاجي كده، هوايتي ما ان انا اعمل. انا احيانا بيجي لي مزاج اعمل حاجات مثلا يعني ما اجيبهاش جاهزه، فمش معنى ان انا قلت ان نعملها ان اللي بره وحش، عشان الناس بتقعد دايما تقول لي كده، ما انت قلتي اللي بره وحش، طب ما انت بتاكلي بره، ليه بتاكلي بره ما دام بتقولي انه وحش؟ عمري ما قلت ان اكل بره وحش، اكل بره وحش لما ابقى رايحه مثلا اجيب رغيف حواوشي ب5 جنيه. فيعني ايه اللحمه اللي ممكن تكون عملت رغيف حواوشي ب5 جنيه مثلا يعني؟ فده اكيد وحش. لكن لما ابقى رايحه اكل في مكان نظيف او اجيب من مكان نظيف وانا عارفه وباين مستوى المكونات اللي هو بيستخدمها، خلاص تمام مفيش اي مشكله، نراعي بس احنا بناكل فين دايما. ولكن كله بره واتبسطوا واخرجوا ورفهوا عن نفسكم، ايه المشكله يعني؟ وادي حلقتنا النهارده، ايس كريم المانجا، باناكوتا او مهلبيه المانجا، رواني المانجا عملناها بطريقتين، واحده ساده وواحده بالكريمه، واتمنى يا رب تكون عجبتكم. حلقه مانجا النهارده بمناسبه موسم المانجا العظيم اللي بيبقى نفسنا ما يخلصش، في كم موسم كده في السنه ما بنبقاش عايزينهم يخلصوا، موسم المانجا، موسم التين، موسم الكريز، فصحه وهنا يا رب، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وبفكركم ان اعاده حلقتنا النهارده الساعه 8:15 بالليل، وبفكركم ان كل حاجه عملناها النهارده موجوده على جميع بلاتفورمز السوشيال ميديا الخاصه بالقناه بي ان سي ايجيبت او بي ان سي فود، والخاصه بيا ساره عبد السلام بالعربي وبالانجليزي. بكره ميعادنا في حلقه جديده الساعه 1 من سنه اولى طبخ. اشوفكم على خير واسيبكم في رعايه الله، كنت معكم ساره عبد السلام ونتقابل بكره على خير، مع السلامه.